الشيخ الفضلي يتوعد طارق صالح بعواقب وخيمة. فلنشاهد التفاصيل. توعد الشيخ وليد الفضلي رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين طارق محمد عبد الله صالح بعواقب وخيمة إذا استمر في تورطه إلى جانب ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين، لافتا إلى أن هناك معلومات تؤكد ضلوعه في الأحداث القائمة في أبين بأسلحة نوعية وعتاد عسكري، وهي بكل تأكيد خطوة لم تأتي جزافا وإنما بتنسيق وتوجيهات إماراتية حسب الشيخ الفضلي. وحذر رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين حليف الإمارات طارق صالح من استمرار في مساندة المجلس الانتقالي في المعارك الدائرة حاليا في المحافظة. وقال الشيخ الفضلي إن التقارب القائم بين مجلس عيدروس وميليشيات طارق عفاش ليس مبنيا على مصلحة وطنية وإنما خدمة للرغبة الإماراتية التي تمول الطرفين وتشرف على تحركاتهما، ولفت إلى أن الطريق المؤدي إلى المكان الذي تحتجز فيه جماعة الحوثي جثة عم طارق عفاش يمر عبر الحديدة وليس عبر أبيان. الآن أحد قوات طارق يناقشون لماذا يرفع علم الجنوب في جبهة الساحل الغربي، وهذا هو السؤال نطرحه على المشاهدين. هل هذا العلم أتوا من أجله آلاف الشهداء لأجل تحرير بلادهم من أجل طرد الاحتلال واستعادة الدولة؟ مهما كلفتنا التضحيات هذا هو علمنا يرفرف فوق الطغم والدبابة. وكان الشيخ وليد الفضلي رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين قد حذر في بيان سابق الشهر المنصرم المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يقف وراءه من مغبة اختبار صبر مشايخ أبين، مشددا على ضرورة توقف ميليشيا الانتقالي عن استفزازهم قبل أن يتحول الصبر إلى بركان يلتهم أعداءهم وعداء الوطن. ودعا باسم كافة مشايخ وقبائل أبين المملكة العربية السعودية رعاية اتفاق الرياض إلى الضغط على الطرف المعرقل للاتفاق والمحرض للفتنة والفوضى للجنوح للعقل والسلم. وهدد الشيخ الفضلي بدحر مسلحي المجلس الانتقالي المدعومين إماراتيا القادمين من محافظة الضالع ومناطق ردفان ويافع بالقوة إذا لم يسرعوا بالانسحاب الفوري من أبين، مؤكدا أن أبين ترفض كل الرفض وجود العصابات والميليشيات على أراضيهما ولا يمكن لها البقاء فيها. وقال في البيان أن كافة القبائل ومختلف المكونات السياسية والمدنية في محافظة أبين تقف إلى جانب الجيش الوطني وما ينفذه من عملية عسكرية لدحر ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا.